وايضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاعلان عن مبادره رئاسيه 100 يوم، مش 100 مليون، لا 100 يوم صحه. نعرف تفاصيل من سياده الوزير دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس. اولا تحياتي لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. استاذ احمد كل سنه وسيادتك بخير وصحه وسلامه ومصر كلها ان شاء الله بخير يا رب. ماذا عن ال 100 يوم صحه؟ شوف يا فندم، هي احنا املنا كله يعني ان احنا ان شاء الله مصر تغطى بالتامين الصحي الشامل في خلال السنوات القليله القادمه. بدانا بثلاث محافظات وثلاثه تانيين، وكل سنه في محافظات جديده. نعم. لكن طبعا سيادتك مصر كبيره ومساحتها كبيره وطبعا عدد السكان كتير. فاحنا يعني العربيات اللي جبناها بتاعت الكشف المبكر وبتاعت الفحص الشامل والكلام ده كله، انت بتحاول ترفع المعاناه عن اكبر قدر من المواطنين بحيث انك تقدر توصل لهم وتقدم لهم الخدمات الطبيه. عظيم. وكان جزء منها القضاء على قوائم الانتظار، جزء منها القضاء على الفيروسات الكبديه، جزء منها الكشف عن الاورام المبكره بحيث النتيجة تبقى أفضل كثيرا. كل هذه مبادرات حتى يتم إن شاء الله تغطية مصر بالتأمين الصحي الشامل. أنت بتوصل للمواطنين تقدم لهم الكشف والتشخيص والعلاج والمتابعة بحيث أنت بترفع عنهم المعاناة. لو شدك فلسفة التأمين الصحي الشامل أنك بتعمل حاجات اسمها وحدات الرعاية الصحية الأولية اللي هي برايمري هيلث كير. في الحالة دي ليها مواصفات معينة. المواصفة انك لا تزيد المساحة او المسافة اللي في حدود 5 كيلومتر. وثانيا هذه الوحدات بتقدم حزمة من الخدمات الصحية مدرب عليها طبيب الاسرة، وهي تشكل على فكرة استاذ احمد أيوة. في الخدمات الطبية لا يقل عن 75% من الخدمات الطبية. عظيم. ثم بعد كده اكتشفنا حد محتاج رعاية سنوية بنحوله لمراكز الرعاية السنوية. ثم حد محتاج الله لا يقدر عمليات كبيرة زي اللي غطيت بالقوائم القضاء على قوائم الانتظار، عمليات القلب، عمليات زرع الأعضاء، عمليات الكلى، عمليات المخ، فدي بتحوله للرعاية الصحية الثلاثية، ودي جزء كبير منها بيقدم في المستشفيات الكبيرة التابعة لوزارة الصحة أو في مستشفيات الجامعية. وحضرتك كل النهارده المحافظات في مصر فيها مستشفيات جامعية وفيها كليات طب. فالنهارده يعني من ضمن فلسفة إنشاء الجامعات الإقليمية احنا النهارده بقى في جامعة في الوادي الجديد، جامعة في مطروح، جامعة في كل محافظات مصر تقدم خدمات تعليمية وأيضا خدمات تشخيصية وعلاجية. فهذه المبادرات كلها فلسفتها ان انا حاجتين، ارفع المعاناه عن المواطن. عظيم. ثانيا اكتشف بعض الامراض اللي هو يمكن المواطن ما يعرفهاش او ما يعرفش انه عنده. ودي بانت قوي ايام حكايه ال 100 مليون صحه. في ناس ضغط وناس سكر وهكذا. نعم. الكشف المبكر عن امراض الوراثيه. الكشف المبكر عن بعض الاعاقات اللي بتيجي للاطفال. وكل دي خدمات يعني الحقيقه بتخدم حاجتين، بتخدم ان انا بكتشف الامراض مبكرا، اعالجها مبكرا، نتائج تبقى افضل. والحاجه الثانيه ودي جزء اساسي من هذه المبادرات هو رفع المعاناه عن المواطن. طب سياده الوزير بصراحه، لان انا شايف رئيس الوزراء بنعرض فيديو يتفقد هذه العربيات، هذه العربيات مجهزه بكل الامكانيات؟ اقصد لو انا يعني كاني داخل مستشفى، وحدات عمليات اشعاعات، لو اشعه كشف، يعني كل ده موجود داخل هذه العربيات؟ وهل هذه العربيات هي اللي تم التعاقد عليها من المانيا ولا حاجه غيرها؟ هي فن جزء من، كان في حاجات قديمه موجوده والعربيات اللي جت من المانيا جهزت افضل بحيث في تخصصات طبيه محتاجه اجهزه بتبقى جوه هذه العربيه. يعني ادي حضرتك مثال. اتفضل. افرض شاتك حد انف واذن وحنجره، يبقى لازم معدات انف واذن تبقى موجوده. حد عيون رمض يبقى حد موجود. نعم. ممكن نعمل موجات صوتية. نعم. في بعض هذه الوحدات فيها أشعة عادية. إنما لو حد احتاج حاجة بقى أكتر من كده بيحول للمكان اللي فيه هذه الإمكانيات.